على الناس اللي ما تستحسنش انه يتخصص بلاتو يكون عنده خط تحريري معين. فيه ناس عندهم خط تحريري معين انهم ضد المنظومه هذه، ضد الوديعة الجاريه. وين المشكل؟ علاش نحن ما نغزروش دو لوتر كوتي؟ اكبر وسائل الاعلام لسنوات، قناه التاسعه، موزايك، ها نسميهم انا وغيرهم، هذوما لسنوات طويلة يدربكوا ويبندروا غير الوديع. تثبتوا في قضية هلال الشابة كيفاش سي وديع من بلاتو لبلاتو قعد إلا النشرة الجوية ما خرجش فيها باش يحكي على هلال الشابة، ويجي فك الدوسيات وحطته بجنبه الطاولة، ها الدوسي اقرا يا سمير، شوف يا عمار. تي يحشموا على روحكم شوية. إي ما يسالش وقتها كيما فما ناس معاه، كيما نظام الحكم كأي حاجة ديما فما ناس تنتفع فما ناس تضر. بيان سور العباد اللي تنتفع خاطر المنظومه هي منظومه كامله، فيها لي زونترينور، فيها دي ديريجون في الجمعيات، فيها لي زاجون جوار، فيها صحفيين. سؤال ما يهدرش عليه سيد وديع ما يطلعش في الطياره، لا مع ليكيب ناسيونال ولا ما غيره، ما يدخلش في استوديو، ما يدخلش الاستوديو. لحد الرياضي اللي ما يرضاش عليه وديع ما يدخلش وما ينشطش، وحتى كان بدا ينشط وما مشاش في الكورس ينحيه. ولذا كيما فما هو كانت عنده ماكينه اعلاميه ما تلوموش على الناس اللي مش معاه. حاجه عاديه باش تلقى ناس بور وناس كونتر.